صباح جديد يا جماعه بحضراتكم برحب بحضراتكم واهلا بيكم وحلقه جديده من مصر جميلة يا رب يوم سعيد علينا وعلى حضراتكم اللي بيتمنى حاجه باذن الله تتحقق له في هذا اليوم الطيب المبارك النهارده ان شاء الله عندنا فقرتين هنتكلم مع حضراتكم وبالتاكيد زي ما حضراتكم متابعين انه خلاص الدوله بكافه مؤسساتها بتستعد لاستقبال مؤتمر الاطراف للمناخ او كوب 27 او مؤتمر المناخ العالمي زي ما حضراتكم متابعينه وبتشوفوا بكافه المسميات لهذا المؤتمر، الحقيقه جزء كبير جدا من الاستعدادات كانت في تغيير وجه المدينه الخضراء مدينه شرم الشيخ اللي هيقام فيها ان شاء الله المؤتمر في نوفمبر القادم باذن الله. طيب الجزء الاساسي في هذا المؤتمر ليه احنا مهتمين بهذا المؤتمر بهذا الشكل؟ ليه الدوله النهارده بتحط استعدادات قويه لاستقبال أكتر يعني احنا بنتكلم تقريبا كل دول العالم ان شاء الله هتكون موجوده بكل حقيقه مستويات هذه الدول من كبريات الدول او اكبر دول على مستوى العالم يمكن آه آه الدول آه بشكل عام كمان بنتكلم على انه هذا المؤتمر هو نقطة انطلاق مهمة جدا وقوية جدا لمصر في التنظيم في الإدارة في كمان دور مصر الريادي والمحوري في المنطقة ده إضافة قوية وكبيرة جدا انه مصر تدير مؤتمر بهذا الحجم خاصة في مشكلة بتخص الكرة الأرضية متخصش العالم بس ده جزء آخر أيضا كمان المؤتمر ده هيشمل على العديد من الملفات منها ملفات الغذاء منها انتوا عارفين حضراتكم في ازمات النهارده في الغذاء مش بس عشان حرب روسيا وأوكرانيا أو لكن كمان سلاسل الامداد على مستوى العالم اختلفت، التغيرات المناخيه اثرت بالتاكيد على المحاصيل الزراعيه، بعض المحاصيل للاسف واحنا شهدناها في فتره من الفترات السابقه، بعض المحاصيل ما قدرناش ان احنا نحصل عليها بالوفره المعتدين عليها لانه حصلت تغيرات مناخيه زي ما بنقول كده باللفظ الدارج ضربت المحصول. كمان بنتكلم على التأثير ده على الإنسان بشكل مباشر على البيئة، كل ده بيأثر بشكل مباشر على حياتنا العامة، فكان لازم يكون في وقفة بيجتمع فيها العالم عشان يعملوا الدراسات ويعملوا أوراق العمل البحثية اللي هتكون موجودة في هذا المؤتمر، ومن تلك الدراسات دي دراسات ضخمة جدا، منها بقى إحنا بنتكلم على التواصل ما بين هذه الدول بعضها ببعض، القرارات اللي هيتخذوها في هذا المؤتمر عشان تطلع عشان تنفذ بشكل حقيقي وهيوضع وهي... عقوبات على الدول اللي مش هتنفذ هذه القرارات. بنتكلم كمان على استعدادات الدول دي لانه ارقام خرافيه عشان تعدل سلوك وتحسن سلوك وتبدا في ثقافه جديده تحطها في قلب هذه الشعوب للحفاظ على البيئه ده مش هيجي في يوم وليله وليد اللحظه. لا بالعكس احنا بنستشعر بالخطر فيجب ان يكون هناك اجراءات حاسمه ومهمه عشان نقدر نقف قدام هذا الخطر ونعود ببيئه نظيفه مره تانية حيوانات كتير وسلالات كتير من الحيوانات هتنقرض خلاص مش هتبقى موجوده. يمكن كل الكلام اللي بقوله لحضراتكم ده عشان اوصل لكم قد ايه اهميه هذا المؤتمر اللي بتقوده مصر في فتره حرجه من العالم وفتره حرجه دي حطوا تحتيها 20 ألف خط وحضر وحضراتكم شايفين ومتابعين تضخم عالي جدا على المستوى الاقتصادي العالمي بنتكلم على أزمات سياسية ما بين دول كبرى النهاردة بنتكلم على قوة متعددة الأطراف النهاردة خلاص ما بقاش في قوة واحدة النهاردة بقى في دول بتطلع وبتقول كلمتها وعايزة تشارك في حكم العالم احنا فين من ده؟ ازاي بنقدر نعمل او نتابع مشروعاتنا وموضوعاتنا في ظل هذه الاحداث ده جزء مهم جدا اخترنا لحضراتكم هي جزئيتين مهمتين جدا في هذا الحوار هنتكلم النهارده مع حضراتكم على تمكين المراه الاقتصادي في اطار التغيرات المناخيه. العنوان لما نيجي نسمعه طب ايه اللي جاب المراه وتمكينها اقتصادي في التغيرات المناخيه؟ ما هو لما هنقعد في هذا المؤتمر والتغيرات المناخيه دي في بعض الحرف والمهن بتزود قوي التلوث على مستوى العالم، النهارده المهن دي هتبقى اقل هيتحط لها ظروف، هيتحط لها محددات فبالتالي نقدر نشوف ايه التغيرات اللي تقدر تحصل عليها المرأه في هذه العم... في هذه الاعمال عشان تقدر تكون مشاركه ايجابيا في المناخ. وزي ما بنقول انه مش هي نصف المجتمع فقط المجتمع كله هي ال... هي ال... زي ما بنقول كده ايه القاطره الاساسيه للتنميه على مستوى بلاد مهمه جدا على مستوى العالم زيها زي الراجل النهارده جزء اساسي موجود لما تكون كمان ثقافتها بالتغيرات المناخيه عاليه بتقدر تاثر على مستوى الاسره وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الشعوب ده هيكون حوار من حواراتنا ان شاء الله النهارده هنتكلم فيه مع حضراتكم باستفاضه مع الدكتوره سماح علي دكتوره الاقتصاد بجامعه القاهره اكتر كلمه النهارده في الواقع اللي احنا بنعيشه بتلفت نظر العالم بتلفت نظر الاسره العاديه بتلفت نظر رجل الشارع الاقتصاد بين قوسين كده الاقتصاد هو رقم واحد هو الكلمة الأساسية التدبيرات الاقتصادية اللي بتحصل الأزمات الديون الكلام ده كله كل ده بقى الشغل الشاغل النهاردة للفئات الأبسط ربما على مستوى العالم كله مش مستوى مصر بس أو الفئات اللي موجودة أو اللي بتعيش في مصر بس لكن لما نيجي نتكلم على الاقتصاد احنا عندنا دايما أو طول الوقت سواء الحكومة بتحاول ان هي تفكر ازاي تحل الازمات والمشكلات دي الخاصة بالاقتصاد والاستثمار او الناس على بشكل كل واحد بفكرته المنفردة او المتفردة ازاي انه هو بيقدر ان هو يظبط اموره المعيشية دي بتفرق كتير قوي عندنا فرصة مهمة جدا وهو مؤتمر المناخ العالمي فرصتنا في هذا المؤتمر هي مش فرصه لحل مشكله جذريه على مستوى الكره الارضيه وهو التغير المناخي واللي حصل اثر بالتاكيد على الاقتصاد لكن كمان احنا نقدر نستثمر هؤلاء الرؤساء العالم وزعماء اللي هيكونوا موجودين في شرم الشيخ ان احنا نوصل لهم مجموعه من الرسائل يكون في عرض لمجموعه من الفرص الاستثماريه بتاعتنا يكون عندنا افكار جديده وجاذبه لهؤلاء الموجودين النهارده على ارض مصر اللي ربما الفرصه دي ما تتكررش كتير على مستوى تاريخ الدول لكن بالتالي احنا جهزنا ده ازاي اتكلمنا فيه ازاي هنقدر نستفيد منه ازاي خلوني ارحب بضيفتي ضيفت حضراتكم برحب بالدكتوره سماح علي دكتوره في الاقتصاد بجامعه القاهره اهلا بحضرتك فندم جزء مهم جدا لكن قبل ما نخش في الاقتصاد بقى وهمومه والكلام فيه كتير ده تعالي كلمينا عن يعني ايه التغيرات المناخيه الاول بسم الله الرحمن الرحيم احنا عندنا كلمة بنسمعها مؤخرا بقالنا فترة طويلة وبترن كده في الواقع الاعلامي والاجتماعي اللي هي التغيرات المناخية معنى التغيرات المناخية احنا زمان كنا بناخد فكرة ان الشمس هي مصدر الحياة على وجه الارض ده معناه ان الشمس بت... هي مصدر الدفء على الارض، الشمس بترسل اشعه لسطح الارض، الاشعه دي بتمتصها ال... ال... سطح الارض سواء من مياه او او يابس وبتبتدي انها تحتفظ ب... بجزء منها وبعدين بتعكس الجزء الاخر خارج ال... الغلاف الجوي. ده بيؤدي الى شعور الدفء اللي موجود في العالم، وده شيء طبيعي وده الميكانيزم اللي بيعمل اللي... اللي... اللي هي سر الحياه على سطح الارض بصوره مبسطه يعني. اللي بيحصل دلوقتي نتيجه ان احنا استخدام الثوره الصناعيه واستخدام المصانع واستخدام الوقود الاحفوري زي البترول والفحم ادى الى ان في انبعاثات الانبعاثات من غازات معينه اختلت نسبتها بصوره غير طبيعيه من قبل كده فادى الى رفع درجه حراره الكره الارضيه ما يسمى بالاحترار العالمي او الاحترار العالمي او الجلوبال وورمنج فده رفع درجة حرارة الأرض حوالي واحد من عشرة درجة لغاية دلوقتي رفع درجة الحرارة ده بيؤدي إلى ظاهرة اسمها التغيرات المناخية بمعنى إن إن دي ظاهرة كانت طبيعية نسب الغاز دي موجودة لكن ما كانتش بالنسب اللي موجودة دي قبل كده أهمها غاز ثاني أكسيد الكربون وغاز الميثان وغاز ثاني أكسيد النيتروز على ما أعتقد دي أهم الغازات الغازات دي بتيجي منين؟ بتيجي اولا ثاني اكسيد الكربون وهو بيمثل نسبه كبيره من من انبعاثات حرق الوقود الاحفوري وعندنا بقيه الغازات الثانيه بتيجي نتيجه الصناعات زي صناعات السيارات وصناعات وصناعات معينه وفي حاجه بتستخدم نتيجه الاسمده اللي موجوده يعني بنستعمل بنستعمل اسمده معينه بيتم تغذيه بها التربه بتفضل الاسمده دي تبث حراره من التربه الى الغلاف الجوي فتره من فتعلي الزمن. درجة حرارة. فبيعلي حرف. درجة الحرارة. نعم. اللي بيحصل في العالم إن إحنا عندنا تكوين المية على سطح الأرض أو دورة حياة المية بتيجي عن طريق إن الحرارة بتاعت الشمس بتبخر المية مم. فبتكون السحب فالرياح بتحولها فتسقط أمطار في أماكن معينة ب بأماكن معينة محصورة آه. الخريطة دي أدى مم. إلى التغيرات المناخية إن اختلفت درجة حرارة الأماكن فأصبحت مم. الأمطار بدل ما كانت بتنزل في أماكن معينة بدأت تنزل في أماكن أخرى ده مم. ادى الى تغير الـ الـ الاقاليم الزراعيه نفسها. صح. وادى الى يعني دوله مم. مثلا بتزرع قمح ففجاه هي معتمده على ان المناخ يكون جاف مم. بارد حاجة نبتدي نبص نلاقي حصل امطار دوله معتمده على الامطار هيحصل عندها جفاف. ده بيؤدي الى اختلال في الامن الغذائي نفسه ش... ش... خريطه الامن الغذائي نفسه على مستوى العالم. طب دي التداعيات الاقتصاديه بقى للتغيرات المناخيه الصوره اللي احنا قلناها دي. طيب التغيرات المناخيه دي هتاثر ازاي على الـ على الـ على الكره الارضيه هتاثر في مصادر الميه وهتاثر في الامن الغذائي اللي هو المحاصيل اللي بيتم حصدها او خريطه المحاصيل الزراعيه على مستوى العالم بتتضرر الدول من الكلام ده مين اكثر الدول المتضرره هي الدول الناميه م. بصوره كبيره وعلى وجه الخصوص احنا بنتكلم على افريقيا لانها طبعا مساحه افريقيا مساحه كبيره من العالم وبتضم دول ناميه كثيره جدا فمت... حجم الضرر بيكون كبير يعني اشكرك طبعا على النبذه المختصره في التغيرات المناخيه يعني الدكتوره بسطتها لنا جدا لكن ده اللي بيحصل نروح للاقتصاد انا عندي هنا الاسم الحوار النهارده مع حضرتك تمكين المراه الاقتصادي في اطار تغيرات المناخيه إيه العلاقة ودور المرأة هنا دور فعال بالتأكيد وبنتكلم على إنه المرأة النهاردة بتقود الحقيقة جزء كبير جدا من الاقتصاد سواء على مستوى مصر أو على مستوى العالم فبالتالي أعتقد إنه من هذا العنوان نقدر نستشف مجموعة من المحاور نبدأ الأول بتمكين المرأة الاقتصادي في التغيرات المناخية هو المقصود بالتمكين الاقتصادي للمرأة أن أنا برفع قدرات المرأة المهنية بحيث ان انا ارفع مهاراتها انها تقدر تدخل في سوق العمل و... وعلى قدم المساواه امام الرجل مش كنوع من المساواه احنا ما بنتكلمش هنا عن مساواه الرجل بالمراه، احنا بنتكلم هنا عن ان انا برفع كفاءه وقدرات المراه عشان تقدر انها في ظل الانعكاسات الاقتصاديه اللي هتكون ناتجه عن التغيرات المناخيه واللي هتتاثر بيها الاسر اقتصاديا ان المراه تكون شريك فعال في المجتمع وداخل الاسره. يعني شريك بيدعم الصدمات الاقتصاديه اللي هتتعرض ليها الاسره فده هيكون من ان انا برفع قدرات المراه اجتماعيا سواء ان انا باهلها سواء ان انا بعلمها حرفه سواء ان انا بمكنها اقتصاديا سواء ان انا بعمل شويه قوانين تيسر لها الامور اللي بتتكيف مع طبيعه المراه في المجتمع عشان تقدر تمارس شغلها لو هي بالفعل بتعمل دي دي اطار مفهوم التمكين من وجهه نظر لا نعني بالتمكين هنا اللي هو تمكين المراه عشان تكون على قدم المساواه امام الرجل و... وتساوي الرجل في كل حاجه والفكره المجتمعيه اللي احنا واخدينها، التمكين اللي احنا بنقصده هنا تدريبها وتثقيفها آه تسك... آه وتأهيلها مهنيا م. وانها تقدر انها تعمل وخصوصا ان انعكاسات التغيرات البيئيه هتأثر على المرأه الريفيه لانها انعكاساتها ب... بصوره اساسيه في الامن الغذائي م. ده هيأثر على المرأه الريفيه فكانت الامم المتحده بتقول ان المرأه وظيفتها هي تعتبر اداه هتدعم تدعم الموقف الاقتصادي للاسره ده من ناحيه ومن ناحيه ثانيه انها هتخلق حاله من التكيف اكتر مع التغيرات المناخيه او التغيرات الاقتصاديه اللي صحيح. وهي كمان ليها دور كبير قوي في التوجيه والارشاد لباقي الاسره ازاي آه. ان هم يتحركوا ازاي ياخدوا بالهم قوي من هذه الاعمال طيب الاساليب لتمكين المراه في الجزئيه دي يا دكتور ايه هي؟ والله الاساليب اللي بتتم دلوقتي على المستوى المؤسسي في الدوله بالنسبه فيما يتعلق بالمراه احنا عندنا م. المجلس المجلس القومي للتغيرات المناخيه هو تابع لمجلس الوزراء اصبح دلوقتي تابع لمجلس الوزراء مباشره هو انشا 2015 وهو معني بالتغيرات المناخيه وسبل التعامل دي معلومه مثلا كتير ما يعرفوهاش احنا يعني عندنا مجلس قومي للتغيرات المناخيه لا احنا لو هنتكلم م. عن الدوله بتعمل ايه عشان تواجه التغيرات المناخيه احنا عندنا كذا محور للكلام م. ده من الناحيه المؤسسيه هو المجلس المقاوم للتغيرات المناخيه ده معني باداره شؤون التغيرات المناخيه وانعكاساتها وازاي ان احنا نقدر نواجه؟ طبعا بيضم جزء بحثي كبير وضخم طبعاً جدا ابحاث بقى قابل. على كافه المستويات. طبعاً. بالاضافه نعم. الى ان تم تغيير جزء في وزاره البيئه اللي هو ازاي نقدر نتعامل مع التغيرات البدائيه ده من م. الناحيه المؤسسيه. من الناحيه الثانيه احنا قلنا ان التغيرات المناخيه هتاثر على خريطه الميه في العالم. صحيح. ده من ناحيه ان هو يعني من الاستطلاع اللي, اللي هو المستقبلي مثلاً او التنبؤ عن الاستطلاعات فبنقول ان مثلا هضبه الهضبه الاثيوبيه اللي بتسقط عليها الميه اللي هي اكثر من 70% من مصادر ميه النيل هي هتتاثر هي كمان بالكلام ده ف إيه اللي حصل؟ ممكن في يوم وليلة نبص نلاقي منسوب المياه قل م. نسبة المياه في النيل قلت طب الدولة بتعمل إيه؟ الدولة لنا أكتر من خمس سنين إحنا رفعنا كفاءة شبكة الري في مصر. الترع كلها تم تبطينها تم تبطين الترع ورفعنا كفاءة شبكة المياه بالكامل في مصر. بتكاليف مقدرة طبعا وظاهره في الموازنة العامة. أوجدنا مصادر تانية للطاقة تكون أكثر يعني مواجهة أمينة. للتغيرات المناخية م. زي طاقة الرياح وطاقة الأمواج في حاجة تانية برضو مصر دلوقتي بتعملها على نطاق واسع جدا وهو استخراج الهيدروجين الأخضر من المية م. وده من المشروعات الموجودة في قناة السويس صحيح. في محور قناه السويس م. وده بيؤدي ان انا بستخدم وقود هيدروجين اخضر مسال بيستخدم زي باقي انواع الوقود ولكن ده الجديد من الطاقه بالظبط ومالوش والحمد اضرار لله إن إحنا يمكن يعني بدانا فيه في دول كتير يمكن سبقتنا في الجزء ده لكن الحمد لله احنا ما تأخرناش كتير آه. وعندنا دراسات قويه جدا في هذا الشان احنا لدينا مساعي ولدينا يعني خطوات على ارض الواقع بتحصل ولكن ما بيتمش تسليط الضوء عليها بالصوره م. اللي هي تكون مجمعه تبي تبي احنا بنعمل ايه؟ كويس. ده بالنسبة للهيدروجين الاخضر ده في مجال انتاج الطاقة كطاقة بديلة نظيفة اه نقطة تانية احنا عندنا برضو الهيدروجين الاخضر بيتم استخراج منه الامونيا اللي بيستخدم برضو كأسمدة للأراضي الزراعية برضو أسمدة نظيفة م. هيتفادى برضو الـ 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 الاحترار اللي, اللي بينجم عن الأسمدة التقليدية م. في الأرض ده بالنسبة لمجموعة الـ الـ الحاجات اللي الدولة بتاخدها ده, ده على سبيل المثال ليس الحصر يعني. نرجع للمرأة والأساليب بقى. الدورة التدريبية اللي أنتم بتعملوها. هل مثلا في مشروعات معينة وده احنا يمكن أنا عارف أنه في مجموعة من الأفكار اللي هتطرح في هذا المؤتمر. الخاصه بالمشروعات الصديقه للبيئه والاقتصاد الاخضر وما الى ذلك اتفضلي هو المفروض ان المؤتمر معمول عشان نبتدي ان احنا نوجه ونضع خريطه خطه زمنيه مقدره اقتصاديا وماليا باننا نساند الدول الناميه م. في مواجهه التغيرات المناخيه الدول الناميه هي اكثر الدول تضررا من التغيرات المناخيه وهي الدول اللي ملهاش يد باي صوره في التغيرات المناخيه لانها حجم الانتاج العالمي او نصيبها من الانتاج من من التغيرات المناخيه او التلوث العالمي لا يتعدى 3% التغيرات المناخيه ناتجه عن الطاقه الصناعيه اللي موجوده في الدول الصناعيه الكبرى المفروض ان الاجنده بتقول ان الدول المتقدمه هتقدم دعم أكثر من 100 مليار دولار للدول الناميه عشان تساعدها على احداث تنميه مستدامه تمكنها من مواجهه الاضرار اللي نتجت عن التغيرات المناخيه م. ده الاساس للمؤتمر بالنسبه له هيدخل فيها بقى من ضمن البرامج المقدمه دي برامج دعم وتدريب للمراه برامج تاهيل مهني للمراه في كافه المجالات وخصوصا في المناطق الريفيه يعني المؤتمر ده جاي بمجموعه أوه. من البرامج المدعمه ماليا عشان تديها للدول الناميه عشان تقدر تنهض بيها وتحافظ على جزء كبير من التغيرات المناخيه هو الملحية. هدف المؤتمر اللي جاي ده ان هو يلزم ندخل في في مرحله الالزام بقى الالزام للدول م. المتقدمه انها تقدم بالفعل دعم للدول الناميه ده ما كانش بيحدث في الصندوق ده برضه في الإطار الدور الريادي خليني اروح للجزئيه الاهم احنا بنتكلم على صناعات بنتكلم على اقتصاد بنتكلم على حجم تصدير ارقام مهوله وخياليه بتقدمها هذه الدول الصناعيه الكبرى بتسيطر على العالم بمنتجاتها وبضائعها وبالتالي زي ما حصل في النسخ السابقه لكوب 20 جزء مهم جدا منه انه كان بيبقى فيه رفض كان بيبقى فيه احنا هننفذ الثلاث بنود دول والبندين دول لا متخيله ايه في هذه النسخه بعد ما وصلنا لحجم التغيرات المناخيه الحقيقه الصعب واللي ادى تاثيره مباشر على الكره الارضيه وعلى الانسان هو توقعاتي انا الشخصيه هي احنا احنا ما بندخلش في يعني لا نملك سلطه الالزام هو كلها بروتوكولات يعني سياسية ودبلوماسية في إطار الدور الريادي المصري أنها بتحاول أنها تجمع الدول وأننا نحط أجندة مطروحة ونحط خطة محددة بأهداف محددة بواقع زمني لمساند الدول بينها في مشروعات بينها لكن كنوع من الإلزام الدول النامية لا تملك إلزام الدول المتحدث. صحيح أنا ما لكنه هيئه الامم المتحده بوقوفها مع هذا المؤتمر ودعمها المستمر اعتقد انه بيكون في اتفاقات طبعاً. قويه واتمنى ان هي تنفذ يعني لانه يعني زي ما بنقول دايما حتى لو احنا جينا الاحصائيات وتفضلوا حضراتكم خشوا على مواقع الاحصائيات دي والصفحات دي إحنا لا نمثل تقريبا 6% في كلها في التلوث العالمي يعني مختلفين عن الصين والهند و لا وأمريكا يعني أفريقيا كلها ثلاثة ونص في المئة أفريقيا يعني فب... فبالتالي إحنا مش, مش مؤثرين قوي في الجزئية دي إنما إحنا النهارده كمان بيقام على أرضنا هذا المؤتمر فبالتالي هنا جزء مهم جدا لازم نتكلم فيه خليني أرجع للتمكين وأرجع ليه المرأة تحديدا وليه حطينا لها عنوان وليه بنعمل لها مشروعات باسمها عشان تقدر تتحرك فيها في هذا في هذه التغيرات المناخيه احنا الامم المتحده بتقول اذا اردت التغيير لازم تحط اسم المراه في, في بين قوسين في, في اي جمله عايز تغير فيها مم. كنوع من ان عنصر اساسي اه رائده رائده التغيير وانها بمجرد ما بتقتنع بالقيمه فبتبتدي انها هي اكتر اكتر فرد بيقدم مساعي سواء مساعي للتكيف او مساعي لدعم الافكار الجديده او انها في الفتره الحاليه المراه هي بالنسبه للمراه الريفيه هي جزء هام جدا في الاسره المصريه في مساعده الـ الـ القطاع الزوج في في الـ في, الـ في الاقتصاد الزراعي في في الريف. م. فالمراه ليه المراه بالذات؟ لان المراه هي شريك فعال في الاسره المصريه وشريك م. هام جدا وهو قاطره التغيير زي ما حضرتك قلت. صحيح فبالتالي يعني زي ما بنقول دايما انه الالتزام ورفع وعي وثقافه المراه بشكل كبير جدا وبيأثر على المجتمع زي ما بنقول ان هي اللي بتحرك المجتمع، هي اللي بتحس ابنائها على فعل الافعال الصحيحه، هي اللي بتربي، هي اللي بتحط في ذهن الاولاد دول والابناء اللي هم هيطلعوا يديروا العالم ازاي يتحكموا، ازاي يتحركوا في آآ آآ تنميه بلادهم، فبالتالي وجودها اساسي وعشان كده يمكن حاولنا نوضح انا والدكتوره آآ آآ النهارده آآ سماح انه تمكين المراه الاقتصادي في اطار التغيرات المناخيه كان عنوان لابد من تفسيره وتحليله في هذا اللقاء. دكتوره سامحنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لوجودك معايا النهارده، الحقيقه مجموعه من الايضاحات كانت مهمه جدا وهنكمل بالتاكيد لقاءات قادمه باذن الله بعد ان شاء الله المؤتمر ونسخته ال 27 على ارض مصر، شكرا جزيلا لحضرتك.